وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة. مهندس أحمد أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك. أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. في البداية مهندس أحمد حدثنا عن المنتدى وماذا يقدم لدعم الاستثمارات في قطاع البيئة والمياه والزراعة. بالضبط، ولله الحمد حيقام المنتدى بحضور ورعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة وكذلك معالي وزير البيئة والزراعة، وحيشتمل على 3 محاور كطرح فرص استثمارية في مجال قطاع البيئة والمياه والزراعة، ولأول مرة ستكون إن شاء الله في إضافة نوعية عن طريق إشراك القطاع الخاص بما يتلائم مع رؤية المملكة 2030 ومبادرات التحول الوطني 2020، وستكون من أهم الفرص، الفرصة الأولى الاستثمارية الأولى. ستكون هناك مدينة للتمور نطمح إليها أن تكون المدينة الأولى في العالم من نظرا لمكانة المدينة المنورة لدى المسلمين، وكذلك فيها ميزة نسبية الكاملة من توفر التمور، حيث يوجد أكثر من 4 مليون نخلة في منطقة المدينة المنورة، وستكون فرصة إبداعية كذلك لمساعدة المصدرين في المملكة العربية السعودية للوصول إلى جميع دول العالم والاستفادة من الميزة النسبية من زوار الحرم النبوي الشريف. ومن المتوقع أن يكون هناك تحالفات كبيرة في الدخول في الاستثمار في هذا الاستثمار، والتي تتوقع الوزارة أن يكون هناك استثمارات رأس مالية أكثر من 600 مليون ريال في مدينة التمور. كذلك حتطرح فرص استثمارية أخرى كمركز أسماك المدينة، والمتوقع أن يعمل على تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية والسمكية خصوصا في ظل تطور قطاع الاستزراع السمكي بالمملكة العربية السعودية والميزة التنافسية لها. كما أن هناك حتطرح فرص استثمارية في 3 منتزهات في المدينة المنورة، والتي تعتبر من المواقع المميزة والمناسبة لتطوير جودة الحياة في منطقة المدينة، ومتوقعين كذلك أن يكون هناك فرص استثمارية تعرض في مجال الزراعة العضوية وكذلك في عدة مجالات أخرى في الاستفادة من مياه الصرف المعالج، ونعول عليها كثيرا في شراكة القطاع الخاص، ويتم المنتدى نشاطاته بمشيئة الله بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الغرفة التجارية في منطقة المدينة وكذلك هيئة تطوير المدينة، وإن شاء الله أنه يكون يعني يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في المنطقة بمشيئة الله بإذن الله. ما هي أبرز الشركات العالمية المشاركة في المنتدى وكيف سوف يكون له دور، أتحدث هنا عن المنتدى، في جذب الاستثمارات الأجنبية؟ المنتدى يهدف إلى الآتي، يهدف إلى إعطاء ملامح فرص استثمارية لرجال الأعمال المحليين والعالميين. تم دعوة العديد من الشركات المحلية والعالمية ويتم طرح الملامح تمهيدا لدخول المستثمرين وتقديم دراساتهم الفنية، دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، تمهيدا لاحقا لأن يتم اختيار الأنفع الأكفى لتلك الأهداف المرصودة في الوزارة. نعم، حتى أختم الحديث معك مهندس أحمد، كيف سوف يحقق المنتدى الدور الاستثماري ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وأيضا رؤية المملكة 2030؟ أولا يحقق رؤية المملكة من خلال الاستفادة المثلى من الموارد الحيوية وكذلك مبادرات الوزارة في تطوير قطاع صناعة التمور وتطوير قطاع الاستزراع السمكي وكذلك توفير الفرص الوظيفية، ومن شئة الله جميع الأمور جميع الفرص ستطرح تتم تركيزها بالسعودة بالكامل، وهذا ما مثال جيد أتوقع يطرح لأول مرة في خصوصا في مدينة التمور، ومؤملين خير في دخول تحالفات كثيرة. الآن بدأت تتضح ملامح دخول التحالفات ومن ضمنها البنك الإسلامي للتنمية لديه رغبة جادة في الاستثمار في هذا المجال، ومؤملين إن شاء الله أن يوجد تحالفات كبيرة للدخول في مجال وخصوصا مدينة التمور، وكذلك نفكر من ضمن الفرص اللي هو علامة تجارية جديدة في الدواجن حيث تتوفر الأراضي المتاحة لذلك، وإن شاء الله جميعها تساعد على توفير وخلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات هذا البلد. واضح. وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة ضيفنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.